أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي. ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات اللغة العربية، وسيكون اللقاء في الوحدة الأولى عن موضوع السياحة في الأردن والسياحة في الوطن العربي. طلابي، في موضوع السياحة سيكون لنا لقاء عن السياحة الدينية والسياحة العلاجية والسياحة التاريخية. إذا ما تحدثنا طلابي قبل أن ندخل بأنواعها، نقول الأردن هو أحد البلاد العربية ويقع في الشرق الأوسط العربي، وهو بالقرب من المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر، وجذب الأردن العديد من السياح منذ القدم لما له من سحر رائع، ويعتبر الأردن من الدول المزدهرة والذي يتميز بتضاريسه الرائعة والتي تنبض بالحياة. كما أنه في الأردن يوجد العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة والتي تشهد أغلبها على الحضارة الرومانية. إذا ما تحدثنا عن المقومات السياحية في الأردن، نقول أولاً من هذه المعالم المدرج الروماني، جبل القلعة، قرية عين غزال، القصر الأموي، هذا بالنسبة للمقومات الحضارية. أما في المقومات البشرية فهو يتمتع بسمعة طيبة، التسهيلات المالية، الأمن والاستقرار، والتسهيلات السياحية. وإذا ما تحدثنا عن الاتجاهات التاريخية، نتحدث عن عمان سياحياً، نتحدث عن حمامات ماعين، نتحدث عن جرش تاريخياً، نتحدث عن عجلون، والتي تتمتع كل واحدة لسابقة الذكر. على سبيل المثال، عجلون تتمتع بأجواء رائعة وهادئة، فينجذب إليها السياح من كافة أنحاء العالم للتمتع بغاباتها الرائعة والتي تتميز بخصوبة تربتها. إذا ما تحدثنا عن جرش، جرش وهي بالقرب من محافظة إربد، وهي من أقدم المدن الأثرية والتي ما زالت حتى اللحظة محافظة على حاضرها ورونقها. جرش تتميز بالغابات الكثيفة، جرش تتميز بشارع أعمدتها، جرش تتميز بتاريخها الروماني، جرش تتميز بمدرجاتها، جرش تتميز بميادينها وطابعها اليوناني. ومن الممكن للزائر في جرش أن يزور قلعة جرش، أن يتمكن من زيارة قلعة جرش والتمتع بالأجواء الرائعة فيها. جرش سياحة، وبالمناسبة جلالة الملك دائما ودوما يؤكد على الوجهة السياحية في الأردن بشكل عام، وعندما زار المحافظات ومن زيارته إلى جرش تحدث على أنها منطقة سياحية وهي من أجمل المدن السياحية في العالم. إذا ما تحدثنا عن حمامات معين، وهي بالقرب من البحر الميت، وهي عبارة عن شلالات ساخنة تحتوي على مياه معدنية نقية والتي تتدفق من الجبال. إذا ما تحدثنا عن النمط الآخر من أنماط السياحة في الأردن، نتحدث عن النمط السياحة العلاجية، والأردن يعد من الدول الجيدة والممتازة، بل الممتازة في السياحة العلاجية، فيأتيه السياح من جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، في البحر الميت، حمامات معين، هذه الأماكن السياحية العلاجية والتي يتمتع فيها الزائر
بنمط سياحي علاجي، نمط سياحي علاجي. وهذا على سبيل المثال في البحر الميت يحتوي رمال البحر الميت على فوائد سحرية يحتاجها الجسم. وهناك العديد من الينابيع التاريخية العلاجية. أيضا طلبتي في السياحة المعرفية والثقافية، والأردن تعد من أكبر وأكثر أنواع السياحة، ففي الأردن العديد من الآثار التي تعد شاهدا تاريخيا للحضارات والأمم القديمة التي سكنت الأردن. فعلى سبيل المثال دائما نقول مدرج الروماني في درش، المدرج في عمان، البتراء، وادي رم، وما فيه من سحر للطبيعة. هذا طلبتي. حديثنا عن الوحدة الأولى سيكون، وحوارنا عن الوحدة الأولى في مادة اللغة العربية، في الوحدة الأولى من السياحة في الأردن. ذكرنا بأن هناك سياحة علاجية وسياحة دينية، وقلنا بالسياحة الدينية هناك الأضرحة في مؤتة، في الأغوار، قبور الصحابة رضوان الله عليهم. هذا كله طلبتي يدلل على أهمية السياحة في الأردن. وهذا الموضوع، أي موضوع السياحة، هو من الموضوعات المطروحة في الامتحان النهائي لكتابة المقالة، والتي يجب عليك أن تكتب فيه مقالة من 240، من 220 إلى 280 كلمة على شكل مقالة في اللغة العربية. هذا طلبتي مجمل الحديث عن وحدتنا. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الموضوع القادم من موضوعات اللغة العربية، وفي الوحدة القادمة من وحد اللغة العربية والمعنونة بالأيدي الناعمة. دمتم برعاية الله.